مع السيد رئيس مجلس الوزراء، لان طلبت الكلام ده منه امبارح، نتكلم مع الزملاء في الشرطه. لازم يحصل تكثيف وتواجد في مدخل الهرم وايضا في المنطقه المحيطه من عند المريوطيه وايضا من عند ميدان الرمايه، وبنقول للناس ليس هذه الوسيله اللي تجلب لك رزقا من التعامل مع السياح. احترامك للسائح هيجيب لك رزق جيد. فاحنا دي منطقه مسؤوليه الامن، واحنا عاوزين نتعاون معاه ونشوف طلباته. احنا اشتغلنا في دوره تدريبيه، يمكن ما قلتش على الكلام ده، مع الخياله واللي هو اهل المنطقه من ناس السمان والناس اللي افضل عن جد بيشتغلوا في هذه المهنه في المنطقه. النهارده الناس خدت دوره تدريبيه، حضرتك هتشوفي نموذج جديد لكاريتا موجوده في المنطقه. احنا بنحطها بطريقه حضريه صحيه، طريقه حاجه نظيفه، قمنا احنا بتمويلها، ايضا قمنا بالاتفاق معاهم على الاسعار، وقمنا ان شاء الله برضو هنعمل مسابقه لافضل بائع موجود في المنطقه. هنعمل دي وهتكون مسابقه ان شاء الله شهريه، بنلاقي افضل ناس سواء في خياله او ركابه او بائع في المنطقه دي، نحفز الناس بطريقه ايجابيه. انا عندي امل كبير قوي حضرتك، الموسم الجاي ان شاء الله يكون موسم ناجح، وبنستعد له في مراحل اخرى طبعا. بالنسبه عفوا بالنسبه لفندم، هناك الشرط الاول يتعلق بموضوع الحجز، يعني هل في تأمين حيث المطمئنين في موضوع التحرش، خصوصا ان لسه اصبحت المدخل الثاني بعد افغانستان في عهد لسه التحرش؟ شوفي حضرتك، بالنسبة لهذا الملف تحديدا في نقطتين. النقطة الأولى بتخص المنطقة اللي احنا فيها ديت. أنا ما شفتش وأنا بشتغل في المجال ده بأكتر من 30 سنة، زمان ما كانش فيه هذه الظاهرة لدى المتعامل في هذه المنطقة. أولاد محتاجين إن احنا الجزء ده ما تعملش. سيادتك لما جيت هتشوفه من فوق، احنا بنطلب من حضرتك سيد مدير الامن يقدر يساعدنا في نقل تغطيه المدخل ده كله بما لا يعوق الحركه من جلال المنطقه. هو ده بس القرار اللي فاضل في المرحله. يلا.